نمشيو لا بروميير سين اللي هي الفعليه، يعني المشهد الحقيقي، وغادي نقولوا لا سين دو اللي الصفحه ديالو من باج 13 حتى لباج 21، واللي كيجمع ما بين انتيغون اي لا نوريس. ف انتيغون رونتر شي زيل اي ان اور او سي ماتينال. انتيغون غادي ترجع للدار ديالها في واحد الساعه اللي هي مبكره بزاف، يعني غادي تخرج قبل الفجر. وحنا كنعرفوا ان انتيغون عندها ان بروجي سكري، واحد المشروع اللي هو سري ما قالته حتى لشي واحد تقريبا، باغيه تدفن الاخ ديالها، فطبيعي غادي تخرج بالليل. فمني رجعت للدار لا نوريس لا كابل دو كيسيون بور سافوار دو الفيان. لا نوريس بقات كتطرح عليها الاسئله بزاف باش تعرف منين جات، بحال كنقولوا حنا حصلتها، وبقات كتحاصرها بالاسئله، خاصه انها شكات بان انتيغون عندها شي موعد غرامي. لذلك دو سي كيستيون ريبونس اونتر لا نوريس اي انتيغون ني ان كيبروكو. فما بين الاسئله اللي طرحت عليها والاجوبه اللي كانت كتعطيهم ليها انتيغون، تخلق واحد الكيبروكو، كيف كنقولوا واحد كيهضر في الشرق وواحد كيجاوب في الغرب. فلا نوريس كخوا كونتيغون ان اموغو ان رونديفو. لا نوريس كيسحب ليها ان انتيغون عندها شي عاشق، عندها شي موعد غرامي، او بالاحرى انها كتخون ايمو. فبيان سور انتيغون كتجاوبها، انتيغون افو كيلا نامو، كتعترف بلي ان عندها واحد العاشق، مي ايل ديزيني سون فريغ بولينيس، لكنها كتقصد الاخ ديالها بولينيس. بيان سور ماشي غير هنا كيتجلى لو كيبروكو، انا ما بغيتش نهضر بزاف على هاد لاسين. انتقلوا للمشهد الموالي واللي كيجمع ما بين انتيغون ولا نوريس اي اسمين. فهذا مشهد صغير بحيث ان اسمين غادي يدخل، وفي هاد الساعه انتيغون دوموند على نوريس دو لي ليسي، فطلبت من لا نوريس انها تخليهم بعدياتهم بجوج. وقبل ما تخرج لا نوريس، انتيغون طلبت منها تجيب ليها القهوه. فرد الفعل ديال لا نوريس من بعد ما طمأناتها انتيغون وقالت ليها راني غير كنت كنضحك معاك، غتنسى دغيا دغيا وغتقولها انا حمقى ما جبتلكش القهوه. فغيبان لينا ان لا نوريس هو ان بيرسون نايف، واحد الشخصيه اللي بريئه ساذجه اي طوندغ، ولكن في نفس الوقت حنونه بزاف، لان كتعتبر راسها هي المسؤوله على انتيغون واسمين، وكتلعب الدور ديال لا سوبستيتيسيون، يعني ديال التعويض ديال الام اللي جوكاست اللي ماتت. ايل رومبلاس لا بلاس دو لور مير جوكاست، كتعوض المكان ديال الام ديالهم جوكاست.